أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. زي ما أنت عارف البطولة العربية من أعرق البطولات، واللي شارك في البطولة من نخبة البطولات، وبإذن الله نشوفها على مستوى عالي جدا. بطولة إلى الآن الأمور تمام، مباريات جميلة، مباريات فيها متعة، إن شاء الله أنها تتكلل بالنجاح وبالنجاح. والله البطولة على أكمل وجه من المستوى العالي، يعني أنت شفت نخبة من الأندية العربية زي الهلال، زي الوداد، زي من جميع الدول العربية. أنا فريقي ما يلعب في أبا، أنا فريقي يلعب في الطائف، فريق الشباب. أنا أرشح الشباب السعودي. الشباب السعودي؟ أي نعم. فال إن شاء الله الفوز، وفاز فال البطولة إن شاء الله. الإعلاميين على أرقى مستوى ويقدمون وظيفتهم على أعلى وجه. الشعب الجزائري، الشعب الجزائري في القلب. المنتخب الجزائري أكيد من أفضل المنتخبات العربية، كمثل العرب على أكمل وجه.